كل واحد فينا عنده شيء مالي عليه حياته، العائلة، المفاجآت في نص الليل، اليران اللي تربينا وياهم ولعوزناهم، الأكلات اللي كبرنا عليها وما ملينا منها، حب الركض بس مو بسرعة وايد، الرسم أو القهوة، لا قصدي الجيمات. بس القصة كلها عندك أنت، لأن أنت بس تعرف شو اللي يخلي لحياتك طعم، ونحن دورنا بس نوفر لك دار تجتمع فيها كل هذه الأشياء. مشروع في الريمان، دارك، قصتك، حياتك. والحين شهيتوني الجيمات.